اعتزل ما يؤذيك، صدق اللي قال. اعتزل ما يؤذيك بعد اذنك، بدل ما انت سايبه يؤذيك ومسلم له نفسك كده. مال عمال تكتم في نفسك، تكتم في نفسك لحد ما هتصحى من النوم في مره تلاقي نفسك بقيت سفاح الجيزه. هيفضلوا يعصبوني كده، يعصبوني لغايه ما في الاخر هموت متعصبه. هو ايه السفاح ده يا جماعه؟ انا ما اتفرجتش على المسلسل، بس سمعت كده من صحابي وكوميكس على الفيسبوك انه بيقتل وهو بيتبل البفتيك ولا كانه عامل حاجه. صاحبات ما بين شفاف الناس، ده راح جاب بسبوسه لعمته وقعد وتعشى معاها وخنقها وغطاها ومشي وسابها عشان يلحق مشواره. هما دول سفاحين دول؟ فين سفاح الزمن الجميل؟ سفاح فؤاد المهندس مثلا كان كيوت وبخدود، ده حتى كان بيبي فيس واسمه ميمي. سفاح كده يخطف القلب، كان واضح وبيتعرف من جزمته وبيستخبى ورا الستاره، ويوم ما يبقى وحش قوي يعني يعملهم تمثيل شمع، مش صينيه بطاطس وستيك وحاجه اخر وجع بطن. ده غير بقى انه كان حساس وبيهدى لما يسمع اغنيه ماما زمانها جايه. ماما نعم يا حرمت يا بابا. لكن التاني بقى ممكن يقتل ماما ذات نفسها في اخر حلقه عادي. كل ده عشان ما اعتزلش ما يؤذيه. اسمعوا مني، ده لو كان اعتزل ما يؤذيه صح ما كانش قتل واحده وبعدها قتل واحد بيسال على الواحده اللي هو قتلها جوه. حلو غلط، وانا كنت مستنيه يغلط. اعتزلوا ما يؤذيكوا بعد اذنكم، علشان احنا 27 محافظه، ده الجيزه بس وعملت كده، ما بالك بقى بقيه المحافظات. جت كل قرف مليت البلد انه بيقتل وهو بيتبل البانيه. كنت هقول البفتيك، ما تهزروش بقى. لا ما تهزروش. انا خايفه اقفلها يا جماعه، انا بتكلم بامانه.